كل هو عنا وناكسنا غيرتها وذن قل حرتها لكن وبرت يوتيوب كلنا مال بنقل سعتان عاون وحنا سوق هذا دونا تقال كلا سعانات أو كل هذه هي ركس سر سر أو دولة فرنسا الصومالية كم ده أو قاري مقال ده لسعانات ركاس إنه حكم ده تلي عبد الحميد تلي هو عيد مذا لقطة هي الإسلام كان أها تلي هي عيد مذا بدأ حدنا إن محاك لو أسجن ماشي قاري نكل لقمة عاود تلي حجار أو تلي عيد مذا بوليس الصومالية وأسجن حل كلا قاد لو ده نتلي في حكسو جدا إس إس سي في حين قاري المقال ده لسعانات سوي قب قاتان ده قال ك الصومال إنه كل جرتو إن مكل إيرادو إن إس إس سي حكلو إن وركن أكو سوق عندنا دجال عاوة كدعي مقالة مقدشو قال هن إسكوس كسيناي أو لقو داوعي قدومية دقمة واللي بقى قدومية دقمة ذي يخشيت إن لقو داوعي على الشيء أفرق فوت كلنا مش أكل متي هدي أنكر مرة مقالة لا سعنا دو حكى دعي دجال أدو قرار واللي بقى إنكستو مقالة أي دقنت هاي لكن دولة كذا من 30 كيلومتر أجر تأي دجال أدو قرار كل أحمد لا سعنا دو حكود أحمري لما كان يلا سومال لان يدد كدجان كا مركل إسفرساري وحنا سومال لان إيشكتي إن يقول وين كجارت دجال كاسي إنكستو إس سي أي نفط كذا إيشكتن إن يقول كجارين دجال كوا حلس كوا لما يلا بورا يدول بنان دجال أدو قرار أيانا ما أنتر أن كجري هالكاس إلا يعافيت كي دجال كوا كل هذه ما يلا فر بدن أيانا جمعها لسولة تجي أو حالة ديو كوات كاتي إنكستي إيشكتي إن محبس يكال قبسدن جوارد دجال يكال قبسدن قلوب قلوب دكالنا أي وحشة جنا يسو أرنتاسي أن علس وين أي نقطتي مركا إن دجالك وحا هالكاسي جاري أو مجال لا سعنود عوافيت كي جاري لون أو مهمة تلي عبد الحميد هي تلي هي إن عيد مدة بوليس كسمر تلي حجار وأنا لون إن أو توبر هيرسر أهيستو ولبا إن مدة فر بدن كشقينا دولة دمى الصومالية تلي عبد الحميد وحاجري تلي هو عيد مدة لقطة إن حدا نو مردم بنو حوها تلي هي عيد مدة بدأ إن صومالية مركا تلي عبد الحميد هالكاس مقالة لسعنا دايو جاري وحكوا لأسقنا ماشي جاري تلي حجار وأدوة تقانان وآه نينكي إن محل رنود إنه لو كرش شقين جرو بوليس كسمالي ده ولوا هذا حاسم محمد أنتو جوج هذانا شقين أيه أو مدفر بدن دول دم هذا سومالي كده حجرة مركا وحالي كرا إسرا كيش دول دفر سومالي ولوا إن أد أي وبيران نينك لو أسقنا كسي هري أجرو وأسقنا هي بشير ليرة هذا أون المهم أسقنا بوليس كتر سنان جرو ولوا إلا هذانا كتر سن أسقنا هالكاس أيه جار مركا حامل إسا سرا كيش أقصر سرا إسا دول دكو جري كوي هري يكو هذا بابا إن ولي إن برشر جرين إن كذا قاتان دجالك قولوا وين سيقو قارن مدام سومال لاني ولي اسكو دعسيين حب جوجنتي لغو باقين ماشا اي كباحدي ان اد فربادنا اللي اسكو جيدين ايو ان اس اس سي سومال لان ولي دقال كود اودمان وحيك لاشاق ان بلان دقال كسو بيرتي انو كجرتو مركا بلان دنكيد وي بيني سينا دقال كجرتو لكن حالة دو حيتاقان تاقر ايقر دقال كون واسكا سعودا هبين مدان انا دي لاحل لين حتا دقال كو سعودا هو إن ملي جنب دمشق اللي راهدو إن جنب دمشق اللي راهدو مشخص أيو دجال كصعدة وحكى له دجال كأو كصعدة بورها إن مشق اللي راهدو ديارده أيقنو حاو كصعدة دجال مركا إن ولي والسكوها بيسدي إنك استرسال استلتل أي تاي من مركا قارن إحوج سنة نيسو إحوج نقن نيسو هذا المحل ليه ولي إن لما كلا دمانين على شيء ما ملك مصبي حبدي إنه قان كجاري إنه مجال لا سعنة دب وقبضة ديجانا كلو فر بدن إيه دكرق أي كم تاينا إنه دب وقبضة دجال رجع علسا كقاضو إذا ما فر بدن وحيسو قارن إن أجا إن لاس عنود يدولت كده وحنا اللي شجع إن سمر لنجرم تادوين كاشي مقالة إن حالة هرجيسة أو تاسو عيد ما تبر مرة وده مستحتها لسه جارسي مقالة لاس عنود مركا وده هذا الكي إيوان وانتي وافش المن ولين ولا صور تاجي هاي حالة دون ملحن أي مرة سا مركا مرة دي سراكيشي إن حجار يكبر عبد الحميد نو حالي كرا دقال كو وجي كلا أيوة شيء ونس بدلي وحنا لقيا ودقال قرار أو كان كوين إنه بري بلاوده ما دام لقى بقي ولين لسه فديه مرنا رساس ليش كم يا إن عيد ماذا إن إس إس سي نقولي قرمة فربضن أي هلا وحين هلا سراكيل كتيم ذي مقالة مقدشو كوازو كقب قادم دون دجالك لقول جرو إن محل رسم ولا إن مركا إن حالة دو ويقدر تي وحون وان رسمي أو دحك لي أم ستوس أو دحك لي أما دت كاسي سكون ما أنا يا سوماليات كلي علينا يا أما كلا قبنا يا مجرن قال وال بكرة يا كفير سنة يسا باق أي سو جيدني سا دولة فرنسا رسم ولا باق سو درسا بلان باق سو درسا إن مملكة ولا دكال وبسكي أم سين بعدين تنو فريا بكلا بحب بقى. كفرق البيت كما هذا شو يعني ممكن يراه يعني قلمه كما هذا لان إن محلها قلوين ككل محل يراه أيقنا يعني جبلان كما هذا لان يعني هيرشبل كما هذا شو وحقون هذا هذا لو بدلان يوم محل يراه دولة فرنسا الصومالي أيقنا أرنتوا أنتوا بدنا أباق يوم محل يراه داوين أيقيان إيو إن قرمديو يري راه غارسيا رئيس سي تاسنا وحواي إن وواجب إن كل بصارن سي إن دتك شيء دبات الجارتي إن لود أو دتك شعبك أيقنا دبات كيسن أي دبات كوسو جارتي تقول أنت إدقال كلو هاي رئيس سي مركا وحالي كرا أرنتي ولي إسبدل مجرو إن واحد هذا توصل وهذا هذا القلينا مجرو دجال كنا ما أنت لو إلى تناد أيوة ما أنت داعي وحالي كرا أدي سان أن حله لهلين دجال كوسيس عن كرا ما دام قلوب البولي أي درب يسكون الجنس
maanta Soomaaliya waxay sheegtay inay weerarka ay u qaaday inkastoo in taliye ciidamada ka tirsan uu sheegay in dagaalka ayagu ay qaadeen. Wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay inay wax dagaal qaadeen laakiin lagu soo qaaday waliba argagixiso iyo bilans la socda inay soo weeraraan ayuu sheegay. Marka waxaan ka hortagaynaa in magaalada Lascaalood ay noqoto xarun argagixiso si aan dadka loogu dhibaateynin Soomaaliyana ay ugu badbaado wadamada dariskana ugu badbaadaan sida ay wararka ku sheegay Salaban Cali Koore oo ah wasiirka warfaafinta Soomaaliland. Marka waxaa umalaysa eedihii iyo dagaalkii iyo isqabqabsigii inuu weli jiro. Haddii aan marka dagaalkaasi arrimihiisa wixii kusoo kordhay insha allah wararkeena dambe aan ku faahfaahin doonaa. Haddana waxaan gudbaynaa dhankaas iyo magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho caawa waxaa ka dhacay iskooska Sinaay dagaal aad u qaraar oo dhexmaray ciidamada NISA ee kusugan iskooskaasi ayagoo rasaaseen ay dhexmartay gudoomiyaha degmada Yaqshiid halkaasoo la sheegay in gudoomiyihii lagu dhaawacay in 4 qofoodoo kalena ay ku dhimatay dagaalka intuu socday. Marka lama oga 4 qofood ma gudoomiye la socdeen mise niisadii meesha ku sugnayd faafayn dheeraad lagu bixin laakiin qof aan la xiriirin wuxuu sheegay in 4 meedo oo asoo indhiisa saaray wuxuu kaloo sheegay in gudoomiyaha degmada Yaashiirna oo dhaawac yahay oo dhaawac ka soo gaaray israsaasiinta dhexmartay. Halkan waa meeshii dhowr maalin ka hor ay isku rasaaseen ciidamada militariga Soomaaliya waliba nin oo lagu magacaabo General Qataato oo militariga Soomaaliya ka ah xubin muhiim ah ayaa halkaasi niis ay kula dagaashay muddo dhowr maalin ka hor. Marka waxaa la leeyahay isgooyska Sinaay wax kale ayuu noqday niisada joogtana xabadda ayaaba ka horreysa oo baryahan maadaama control aad u adag oo baaritaankiisana zaid u yahay meesha uu ku yaallo. Haddana caawa waxay celiyeen gudoomiyaha degmada Yaqshiid. Isgooyska Sinaay wuxuu isku xiraa Wardhigley iyo Boondheer iyo wuxuu isku xiraa Yaqshiid. Saddex degmo ayuu isgooyskaas isku xiraa oo wadooyinka ay kala aadaan. Marka waxaa u maleysaa in ciidamada halkaas jooga ay pressure gareynayaan ama dhibaato fara badan ay gaarsiinayaan in ciidamada kale ee saaxiibadooda ama dowladda ka wada tirsan yihiin. Marka maalmo dhaweyto waxaa la hayay ciidamada militariga in way qaldan yihiin wadada ay xukun mareen waxyaabo sasa ayaa suuqa la soo geliyay laakiin arrintaasi way beenooday maadaama hadda andana mar kale gudoomiyaha degmada Yaqshiid oo ciidamadiisa wato oo weliba ilaaladiisa wato rasaas haddana la hubiyey oo dagaal hal qaraar halkaas uu ka dhacay. Marka waxaa umalaysaa magaalada Muqdisho inaan la isku aabiyelin ciidamada NISA kontrolada baryahan la geeyayna inuu wax badan isbeddel xagga amniga uu jiro laakiin isqabqabsiga iyo dagaalka israaseen dadka dhexmaraya ama ciidamada kale dhexmaraya dadka shacabku dhib qabaan. Isgooyska Sinaay habeenkii aad ayuu biis u yahay. Dadka jidadka wax ku gato, dadka dukaamada wax ku gato iyo dadka socda ayaa aad ugu badan. Waa isgoys muhiim ah oo aad loo dhexmaro marka dadkuna ay macnaha isugu yimaadaan oo maqaayado iyo waxyaabo fara badan ka furan. Marka xabadda iyo rasaastii dadka dad fara badan ay guryahooda ugu tagtay, qaar fara badan iska ganacsanayaan waa ku dhinteen. Marka culays weyn waaye dagaalkan isgooyska Sinaayna mar walba soo noqda. Hadda waa markii labaad isbuuc gudihiisa. Waxaa la yiraahdaa marka dowladda federaalka Soomaaliya ay wax ka bedesho ay xal u raadiso dagaalka halkaas ka jiro iyo ciidamada NISA ee mar walba dadka xabadeenaya inay ka hortagto ee go'aan cad ay ka qaadato si qorshe wanaagsan loo gaaro ama wada hadal loo galo ama ciidamada xataa dhexdooda inaysan isdagaalin oo iswareysi iyo go'aan la gaaro iyo xataa xagga u socotay in gudoomiyaha taayahaasaan intaa su'aalaha kasla weydiinay. Marka ciidamada xanaaq ay ka qaadeen maadaama labada dhinac ay hubaysan yihiin culays weyna ay arrintaasna keentay. Waxaa kale la sheegay ciidamada NISA inay baaritaan aad u culus ka sameeyeen degmada Kaaraan iyagoo weerar culus ku qaaday rag lagu magacaabo ciyaal weerarada oo inta badan dadka shacabka ku dhibaatay magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay inay soo qabqabteen ilaa iyo dhowr iyo labaatan ka tirsan nimankaasi la yiraahdo ciyaal weerarada looga shakisan yahay iyo rag kale oo iyagana shababka loo maleeyay inay kasoo aruuriyeen degmada Kaaraan ayaa la sheegayaa isla maanta iyo caawa fiidkiiba inay howlgallo aad u culus ay ka sameeyeen. Waxaa kaloo jira xalay inay sidoo kale ay sameeyeen iyadana baaritaan ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan magaalada Muqdisho iyadana halkaas ay ku guuleysteen inay soo qabtaan rag fara badan. Hadda ciyaal weerarada waxaa usoo baxay dad leenaayo oo shabaabkii ah oo magaalada Muqdisho hadday ku arkaan ku leenaayo maadaama labada habeenoo lasoo dhaafay lagu laayay ciyaal weerar fara badan iyo dargustiyaal lagu laayay magaalada Muqdisho iyo tabeelaashii qabraan oo ka tirsan shabeelaha hoose. Marka waxaa umalaysaa in xaaladdu ay sii adkaanayso ciyaal weerarina hadda laba dhinac looga socdo oo dhinaca dowladda iyo NISA ay raadsanayso dhinacna shabaabka ay ka raadsanayaan. Mar dhow waxaa umalaynaa ciyaal weerar iyo niman kale dhammaan dooryaashaba in la weyn doono maadaama xaaladdu halis ay kusii socdaan dagaalkii iyo lagu hayo nimankaas la yiraahdo ciyaal weeraradana oo sii kordhayo maadaama ilmo yaryar oo weliba cunug 12 jir iyo mid 14 jir ah labadii habeen lasoo dhaafay ku dileen magaalada Muqdisho taasoo sababtay in cabashada shacabka ay soo gaarto niman kale shabaabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo labada dhinacba ay la dagaalami doonaan ciyaal weerarna ma la yiraahdo oo tooray iska wato oo dadka dhibaateynaya. Marka waxay ku fiican tahay in mar walba howlgalka la joogteeyo si ciyaal weerarada iyo dadka dhibaateynaya meesha looga saaro si markaas dowladda federaalka Soomaaliya ay shacabka u kalsoonadaan guul weyn ay uga gaaraan waxyaabaha ay shacabka cabanayaan. Waxaa kaloo ka mid ah in laga hortago ay tahay isgoysyadan maalinba la isku cabadeena dadka shacabka masaakiinta lagu dhibaateynayo intaasoo marna ay dadku dhinteen. Haddana isbuuc gudihiis laba mar oo ka dhacay isgooyska Sinaay waa culays aad u weyn. Waxaan dhihi karnaa marka dowladdu dadaal ha sameyso arrin qorshe wanaagsanna hala imaato.
waxaa kaloo la sheegay in caawa madaxweynaha soomaaliya xashim maxamuud uu isugu yeeray in rag ka tirsan beesha murugsaday, xildhibaanada beesha murugsaday, iyo wasiirka beesha murugsaday baa looga yeeray madaxtooyada soomaaliya, taasoo la sheegay in baalmiye lasoo dhaafay isqabqabsi aad u weyn uu ka jiray beesha murugsaday iyo ninka la yiraahdo xashim maxamuud oo isku haystay in xilal dowladda federaalka soomaaliya ay ka rabeen beesha murugsaday ay waayeen. waxaa kaloo jirtay in gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay beesha murugsaday weligeed lahaan jirtay, maalmo dhaweytana beesha hawlgeed laga dhigay. arrintaas oo isqabqabsi weyn keentay, madaxweynahan caawa wuxuu ugu laba qaboojiyey beesha murugsaday inay joojiso shirka ay qabanaysay 6 bisha Maaj, taasoo culays weyn uu arkay madaxweyne xashim maxamuud. wuxuu sheegay markaa in guddoomiyaha koowaad ee gobolka banaadir ee beesha leedahay qofna ka bedeli karana uusan jirin. teeda kale wuxuu sheegay in xeelal muhiim ah uu magacaabi doono beesha murugsaday, kadibna arrintaasi ay xal wanaagsan ku dhammaan doonto balqaad aad u weyn uu sameeyey. inkastoo xashim maxamuud la sheegay inuusan ballamada sidii uu u ballan qaaday uusan u oofin mar walbana dadka uu ku madadaaliyay. markaa khayro ku maasantihiin barnaamijkeena aad la socoteen, kulantii dambe xisaalan waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.